سيخرجون مباشرة بعد أن نقلوا أمتعتهم على الحافلة والتي قوى محيطها وأيضا الأحياء السكنية المحيطة في هذه المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك كان الأهالي حين يوصلون إلى مزارع العالية هناك حاجز للمجموعات الإرهابية قبالة المنطقة التي نقف. الآن عدد من المسلحين وهم يخرجون، طبعا لا نستطيع إحصاء الأعداد، سنقوم بمشاهدة الآن صعود عدد من المسلحين الخارجين من الغوطة لعدد من المسلحين. الإحصاء التقريبي 13 مسلحا.